صباح الخير من دبي أوتودروم، يوم كبير جدا للمسعود للشاحنات. يسعدنا ويشرفنا استضافة السيد هاني التنير الرئيس التنفيذي لمجموعة المسعودة الصناعية. شكرا كتير، يوم كبير جدا، شفنا إطلاق مجموعة كبيرة للشاحنات وللشاحنات الكهربائية في وسط عام الاستدامة الممدد. شو بتخبرنا؟ فعلا يوم كبير، فخورين جدا بعد فترة مش قصيرة أخذت لنوصل مش بس نخلص الاتفاقية مع شركة دونغفانغ، بس يكون مجموعة المنتجات مناسبة لبيئتنا والمناسبة للسوق ولمتطلبات السوق. طبعا جزء منها كهرباء، في منتجات تانية قيد التطوير لسوق الخليجي طبعا كمان باتجاه الاستدامة. بس الفيدباك اللي أخذناه اليوم من ضيوفنا الكرام كان كتير ممتاز. قلنا فترة عم نعمل سوفت تيستينج، وكمان الإيجابي جدا اللي أخذناه، وبنفس الوقت حضرنا الانفراستراكشر تاعتنا من ناحيه التدريب الميكانيكي، من ناحيه المنشات اللي لازم نعملها. فيوم حلو، يوم جميل، شكرا على مشاركتنا فيه، ويعني اظن المستقبل واحد. في طلب شديد جدا من كتير شركات في دوله الامارات. هل انتم اليوم وكلاء هذه الشركه عبر كل الامارات السبع لدوله الامارات العربيه المتحده؟ في طلب شديد جدا للسيارات الشاحنات الكهربائية أو ما يسمى التجارية الكوميرشال فيهيكلز الكهربائية، في نقص شديد. أنتم يمكن من السباقين كمجموعة المسعود للشاحنات لإطلاقها، من ناحية الفحوصات والتصريحات اللازمة المتناسبة مع الطقس الحار جدا في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج، شو بتقدر تخبرنا في هذا الخصوص؟ مثل ما ذكرت لحضرتك، الفترة السابقة بما فيها الصيف الماضي كانت فترة اختبار، يعني اختبار للبطاريات بالنسبة لسيارات الكهرباء، اختبار للتكييف فيها بالنسبة للكهرباء وللشحنات الأخرى. النتائج اللي أخذناها كان في شوية فيدباك بالتعاون مع دونغفانغ، تم تصليح ما يجب تصليحه على أساس أنه تكون مناسبة للبيئة الإماراتية، لأنه بالآخر زبونك مهم جدا. وإذا زبون اشترى سيارة، اشترى شاحنة، ووصل لمرحلة بشهر 7 بشهر 8 ما بيقدر يستعملها، يعني ما بس خسرنا زبون بس خسرنا اسمنا. وهذا الشيء ما بنسمح فيه بالمسعود، وهذا الشيء من زمان ما بنسمح فيه. هل أنتم جاهزين اليوم لبيع هذه الشاحنات اليوم الكهربائية وأنه الزبائن يشتروها ومسموح لهم، وأنتم جاهزين لخدمتهم لكي هذه الشاحنات تنطلق على طرقات دولة الإمارات في الإمارات السبع؟ الحمد لله، نعم. جهزنا نفسنا بأبوظبي، جهزنا نفسنا بدبي، وهلأ في عنا تجهيز لنفسنا بإمارة الشارقة بالنسبة لخدمات ما بعد البيع كصيانة وكسبير بارت. ومثل ما قلت لحضرتك، الفحص اللي عملناه والفيدباك اللي أخذناها ساعد بقوة اندفاعنا اللي هلأ متواجدين فيه، فنحن متفائلين الحمد لله. المؤشرات جدا جدا إيجابية. سيد روي من الشركة الصينية أكد لي على حصول كل التصريحات اللازمة واجتياز جميع الاختبارات لجميع أنواع الطقس وأحوال الطقس، وبالتالي أنتم جاهزين. بالنسبة للضمان اليوم، الشركات الوقت ثمين جدا لها في دولة الإمارات، حيث يعني نظام العمل سريع جدا. شو عم تعطوا ضمانات أو استطعتوا للشركات اللي ستشتري هذه الشاحنات؟ في الضمان الأصلي، في عنا خيارات لتمديد فترة الضمان،
في اليوم في عنا خدمة لزبايننا إنه إذا في شاحنة دخلت مثلاً بدها ميجر سيرفيس في شاحنة بديلة طالما إنه 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 البودي الهيكل اللي راكب عليها يكون ضمن مجموعة محدودة لأنه بتعرف البوديات يعني مثلاً اللي عم يوزع مي غير اللي عم ينقل بضاعة بس اللي فينا نعمله إنه فينا نساعد ولو بتأمين شيء من البديل خلال الفترة بس التركيز هو انه تكون فترة الصيانة اللي بتقعد عنا قصيرة جدا عبر انه يكون عنا ستوكينج للباس عبر انه يكون عنا فنيين مدربين في عدد من الامارات في دولة الامارات بما فيها امارة دبي هناك كلام كثير عن اطلاق مشروع لمحطات الشحن في عدد من الشركات الخاصة طبعا بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وكمان في امارات اخرى في دولة الامارات عم بتفكر بهذا الشيء طبعا الشاحنات ستكون تنطلق حول مختلف طرقات الشاحنات التجارية مختلف الطرقات شو تعاونكم وشو استراتيجيتكم بالنسبة لتأمين الشحن لهذه الشركات منفتحين جدا على الدوائر الحكومية إن كان بأبوظبي إن كان بدبي في ديالوج في حوار نحن وياهم بالنسبة لمحطات تشريج الكهرباء في اجتماع بعد يومين على نفس الموضوع وبالأخص على موضوع تشريج الشاحنات ما في شك انه مثل ما حكينا قبل شوي ما في شك انه 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 حكومة الامارات الرشيدة هي اللي عم تمشي بالموضوع وعم بتحط الانيشيتيفز المبادرات على اساس انه تفتح المجال أمام القطاع الخاص إنه هو بعدين يبادر ويتحرك ويتصرف مثل ما هي سياسة الإمارات دائما ف بتاخد وقت بعد شوي بس أظن الموضوع على الطريق الصحيح يعني بنقدر نقول نحن اليوم المسعود للشاحنات أطلقت الشاحنات الكهربائية للمبيعات فورا بالنسبة للتمويل الأخضر هل في أي عروض أو برامج خاصة للتمويل الأخضر للشركات مع البنوك أو مع جهات أخرى؟ البنوك مهتمة جدا بموضوع السستينابيليتي الاستدامة بوجه عام لهلأ بعد ما بنحكى بهذا الموضوع رسميا نحن وياه بس أنا بعرف من 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 قطاعات أخرى نحن بنشتغل فيها إنه 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 المصارف منفتحة على على الموضوع وهذا الشيء يعني بالنسبة لهذه الماركة دونغ فانغ الصينية المرموقة طبعا هي جديدة على المنطقة شو توجهاتكم وخططكم للمبيعات هل في مثلا مستهدفات بالنسبة للمبيعات هل شو هي استراتيجيتكم للمبيعات وماذا تتطلعون إقبال الشركات في دولة الإمارات على هذه الماركة الصينية اللي لاحظناه من خلال يمكن 6-7 أشهر الماضيات لما كنا عم نعمل التستنج تاعنا كان يعني تستنج فني وتستنج تسويقي انه في اقبال لانه الناس مثل ما ذكرت انا انه اليوم عم بتدور على عدة بنفيتس اوكي عدة اهداف بدها البرفورمانس بدها افيشنسي بس بالاخر اليوم صار موضوع ايكونومكس انه انا قديش بتكلفني لا 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 جيب شاحنة لديرة الى اخره على بتزيد على هيدا الهدف الاعلى شوي اللي هو موضوع الاستدامة فشو لحد هلا شو الرياكشن اللي كان ردة فعل الناس كانت جدا مشجعة هلا أظن موضوع التشريج كمان لازم يتحرك بسرعة وهذا بيساعد ما في شك بس بصورة عامة إيجابي جدا لهلا السيد هاني التنير شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم